انا وادم هنلعب ببجي سوا، بس المشكله ان ادم يعني في جليتش عنده في اللعبه. يا جدعان احنا بنعمل دلوقتي يا جدعان فيديو في نفس الوقت، يعني فيديو هينزل في قناه زين الجديده يا جدعان، وبعد كده هيكون في بارت 2 هينزل عند قناه بتاع اللعب. لكن علشان انزل بارت 2 وصلوا الفيديو دوت اللي انا هنزله على قناتي الجديده، وصلوه الى 20 لايك، وبعد كده هنزله عند قناه ادم. ماشي. فدلوقتي يا جدعان ادم عنده مشكله في اللعب، عنده مجلدش مش عارف ايه، ان هو لما يبعت له، هو يا جدعان زي ما انتم شايفين وعمل اكونت جديد اللي اسمه بتاع اللعب. انزلوا شوفوا قناته تحت في الديسكريبشن، خشوا اعملوا سبسكرايب ولايك، وبرده قناتي. وقول يا جدعان لما اقول لكم يا جدعان في قناه بتاع زين دلوقتي تحت في الديسكريبشن، خش وصلوا 50 سبسكرايب. ودلوقتي يا جدعان احنا هنلعب مود المكتبه. ايوه الجان جيم، بس المشكله ان ادم مش هينفع يلعب معايا عشان زي ما انا قلت لكم الجليتش بتاعه. فاحنا هنعمل تحدي، هيحصل عقاب في نهايه، هيحصل يا جدعان احنا هيحصل عقاب في اخر الفيديو. احنا في اخر الفيديو هنصور نفسينا يعني احنا هنلعب عادي، وفي الاخر هنعدي كم مره خسرنا، وفي الاخر والتاني يحكم مع التاني اللي هو ايه العقاب ده. هو يا جدعان هنلعب جيم واحد، واعتقد يا جدعان يعني انا وزين بقالنا كتير جدا نلعب فورتنايت، فاعتقد احنا في ببجي كتير. ايوه بقالنا كتير يا جدعان ما لعبناش كتير ببجي، فيمكن انا وزين نموت كتير، يكون فينا عقبات دي هتتصور في اخر فيديو. يلا بينا. انا ابتديت يا جدعان. بسم الله. طبعا بسم الله ما شاء الله، داخل مع ناس في ليفل 60 و50 و40. ده فليب توب ده ايه؟ ده يوتيوبر كده كنت بعمل له لايك فيديوهات. جدعان عندي لوحه، جدعان ما دخلنيش ودخله ودع. اي جدعان دخل، دخل يا جدعان. بسم الله ما شاء الله ادم. لا جدعان ما تخافش بتاع كله في ليفل واحد اصلا، مش كل اللي ما تخافش يا ادم، كل ده عشان انت عامل اكونت جديد، فلازم اوديك مع ناس مستواها نفسك، فده حاجه كويسه بالنسبه لك. لكن انا في ليفل 50 تقريبا او 46، فعلشان كده هيدخلني مع الناس اللي يعني جامدين بيعرفوا يلعبوا. ايه ده افتكرت الجام جيم اتغيرت. جام جيم لا، ويمكن بس صورتها اتغيرت. انا اللي كان مجلدش وكان عامل ايه بس. اوكي زي ما انتم شايفين مت كده على السريع. مت مره واحده انا اقولها وانا همت دلوقتي. لا 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 لا، احنا في نهايه الفيديو هنشوف مين عنده اكتر كيلز. وانكل يا جدعان. وايه ده؟ بصوت. وايه ده يا جدعان؟ ما بيموتش يا جدعان. يا جدعان معرج انا. يا نهار ابيض، ده ادم معرج اكتر مني، مع اني قبل الفيديو ده كنت قاعد بلعب شويه. مش عارف ادم ازاي جايب 2 كيل. انا كنت فاكر يا جدعان ده ضد، عمال اضرب على واحد. طبعا طبعا طبعا، عشان ادم بيلعب مع ناس بوتات، وانتم شايفينه بلعب مع ناس. طبعا سرقت كل كده في السريع، هو سرق يا حرق. جبت 3 كيلات. 3 كيلات يا ادم، عشان يا جدعان على فكره كده خم. ادم دخل مع ناس نوبات وانا او ماي جاد. انا جبت كم مره؟ انا جبت بتاع 3 مرات في الاخر تقريبا بيبان. يا نهار ابيض يا جدعان، هتلاقوا يا جدعان دلوقتي في شاشه زين، هتلاقوا دلوقتي مات كم مره. وانا يا نهار ابيض، انا مات مره جعت، هتلاقوا دلوقتي في شاشه. ويا جدعان ما تخافوش يا جدعان. احنا كل الفيديو بتاعنا هنكتب لكم، هنفضل حاطين كاونتر فوق هيعد كل عدد الكلات. وانا يا جدعان خدت يا جدعان جايب مت مره وزن مت 4 مرات. يا رب اجيب كيل، لغايه دلوقتي ما جبتش كيل على فكره. انت مت كم مره؟ مش عارف بصراحه، تقريبا 5. يا جدعان احنا هنرجع الفيديو في الاخر هنجيب لكم. يا جدعان والله كده خم يا جدعان، شوف الناس بتخليني مع ناس معرجين. يا جدعان انا هقول لكم حاجه يا جدعان، انتوا بتلعبوا ببجي، طالما الناس مش لابسين حاجه في ببجي انا نورمال معرجين، ولا لابسين يحسوا ان هم ميدل او مش معرجين. شفتوا يا جدعان زي ما ادم قال دلوقتي، وواحد اللي هو ما عندوش اي لبس. طبعا يا جدعان التيم بتاعي بيعمل لي كل حاجه عشان انا نوب وكده على فكره خم، عشان هيحصل لي العقاب في الاخر. شوف الولد ده، في واحد ماسك البان، في واحد عندي ماسك البان، الجيم هيخلص بدري. يا نهار ابيض ايه ده الولد اللي احنا ادم. يا جدعان الناس اللي ضدي جايبين كليتين بس عشان هما نوبات. طب يا جدعان احنا هنكمل، يبقى 3 راوندات تقريبا او راوندين. جدعان الجيم ده مش هيحصل، يعني انا مت مره واحده، يعني انا اخش جيم تاني.
يا جدعان انا يا جدعان انا محتار يا جدعان يا جدعان انا فزت وزمت 5 مرات انا قلت اكتر من 20 مرة يا جدعان هتلاقي دلوقتي يا جدعان انا فزت خسرت كم مرة 3 مرات هيبان قدام شاشة ادم دلوقتي كم مرة هو مات في نهاية الجيم وهيبان عندي بس في نهاية الجيم كده خم قوي عشان انا نهار ابيض الناس كلهم جايبين كليتين ايه القرف ده ناس دبات فعلا وما يلعبوا حاجة اسمها بابا عشان انت في ليفل 1 وانا في ليفل 50 انا يا جدعان هنحاول كده عندي مشكلة في الفيسبوك اعملوا لك ان بتاعي اللي هو التاني في سكنات والحاجات دي الفيديوهات دي انا مش عايز اتفرج على فيديوهات سكيب بقى يا نهار ابيض انا هو انا كسبت دي زي الفترة دي انا كسبت دي يعني انا اخش جيم قدام الجيم كمان وبعد كده وده يكون اخر ايه يا اسطى صلي على النبي كده الحمد لله هيكون اخر جيم ليا وبعد كده هلعب دي كمان او حسب الوقت بعد كده هنشوف مين مات كم مره واكيد انا هكون ميت اكتر من مره انت قلت كم مره 5 مرات صح اكتر من 5 مرات الواد ده 6 مرات اكتر بكتير عاش يا زين يا نهار ابيض بص بقى كده 8 مرات كده 8 عقابات مش 8 مرات بقول لك انا مش عارف موت كتير طب يا جدعان بصوا يا جدعان عشان انا الكاينت اخليه 5 مرات اهو وانا مت مرتين هو يا جدعان الناس اللي ضدي بقى احسن من الناس اللي فاتت بقى اللي في 31 و35 و19 و9 يعني اذني خلي بالك يا جدعان خلي بالكم اول ما نخش بيجيب لكم اسلحه مختلفه الاول يعني مره فاتت كان جايب لنا يو ام بي دلوقتي جايب لنا اوزي ف واتش اوت انا مت خلاص احمد مت واتساب حاسس الناس اللي بيلعبوا دلوقتي مش مطمنين يعني حاسس هم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دوز 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 سبرايز يا نهار ابيض انا مت يا نهار ابيض انا مت مره مت اتغدت مره 3 مرات نسمع رجيم الله نسمع النبي ضدنا حمخ يا ملي فلانكية انا عارف هو جبته هيد شوت انا جبت جدعان والله يا جدعان مشغل امبوز ده معاك كارو الواد اوكسي مش عارف جاب لقطة الواد هيجيبني لقطة الواد هيجيبني لقطة الواد ده لو جابني لقطة يا اوكسي انا مشغل امبوز ازاي كده الحمد لله انا جبته هيد شوت انا جبت 8 كيلو الجيم الاول ده ما بيخلصش بتاعي ايه ده في اول جيم ابن الثاني جيم انا غلطت موت 4 مرات خبر ايه بسم الله الرحمن الرحيم على بنجي لا بنجي 40 بنجي 40 فمش مشكلة البنجي مشكلتي ان انا ما بعرفش انا واتساب يا نهار ابيض اقسم بالله اني قاعد غبي هو سلاسل الكلايه حمار يا حمار مش سلاسل الكلايه هتوشك انا كده طبعا يا جدعان مجنون وداخل عندي برافو 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 اقسم بالله برافو عليكم يا غدارين برافو عليكم برافو عليكم برافو عليكم يا غدارين برافو داخل البرونز اطلع لي اطلع لي انا عارف ان انت ورا اطلع لي اطلع لي اطلع لي وخلصني يا اسطى بقول لك ايه لو ما طلعتش روح يا جدعان احنا بقى لنا 8 دقايق بنصور اقسم بالله يا احمد لا بقى لا الولا وصل لبان الولا وصل لبان يا شيخ بقى عين الزن كل ده في جيم واحد عشان انا بلعب مع محترفين سويتيز اعتقد زن مات 7 مرات انت 20 مرة مش عايز اسمع صوتك 7 مرتين اعمل لي نطلي كده من على الجنب اعمل لي حركه دبل كيل والمصحف لو قتلني نهار ابيض تريبل كيل انا تريبل كيل انت مش عايز اسمع صوتك عشان انت بقولك انت بتلعب مع ناس نوبات انا على ليفل 30 ما حسيتش انا بلعب مع ناس في ليفل 60 و50 مت انا مت غدتي 5 مرات اعمل لي ماينس سن في الاخر انت شايف الناس اللي انا بلعب معاهم لسه في بدايه الجيم لسه في اول جيم اصلا ماينس 6 عندي ماينس 10 في الاخر زمات 10 مرات فانا اعمل ماينس 5 انا هو 5 مرات ماينس 10 بقول لك هنشوف السكور في النهايه وهنعمل ماينس 10 ليا كده خم كده خم يعني انا ده اخيرا والنبي سيبني اسرع كل والنبي
يا جدعان الفيديو ده يا جدعان هيكون طويل شويه، هيتلو 13 دقيقه و14 بس عشان احنا عقبال ما نصور ونعمل عقاب. لا والنبي سرقت الكلى يا ام خسرنا. لا ما خسرناش، الواد ده لسه في الاوزي. يا نهار ابيض في السلاح ده بتاش. مش نسيت اسمه يا جدعان، بالك تعمل لعبه بالبوجي نسيت اسمه. اذا انا اعمل لكم لقطه الولد بتاع البان هيجيبنا. ايه لقطه جاب. صحابي اتنين ضدنا جابوا البان. يا سلام. والنبي والنبي يا رقم واحد والنبي. لا والنبي والنبي يا رقم واحد والنبي والنبي يا رقم واحد والنبي والنبي النبي بتاع البان والنبي الاثنين بتوع البان والنبي والنبي. واحد عندنا واحد عندنا جاب البان. نبي كيسي انا كنت على ايدنا يا رقم. ايه ده احنا فزنا؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا عشان اللعبه الجزمه دي. ويا جدعان زنا ثاني قبل ما اخلص الجيم عشان الجيم. مت كام مره؟ مت كام مره؟ ديفيتد 11 مره، عامل ماينس 60 يعني انا مت مره واحده. او لا لا يا جدعان اعمل ماينس 7 اعمل ماينس 7 اعمل ماينس 7. عايز تشوف يا جدعان سويتيز يا جدعان. اذن بسم الله ما شاء الله اول حاجه جايبه كيدي كيدي يا جدعان. غلطت يا جدعان، مات 5 مرات للجامعه بتاع ده اللي هو الجيم ده والجيم اللي قبليه. انا مت كده. بص يا جدعان بص يا جدعان بص يا جدعان، مش هنحسب البوينت دلوقتي، هنحسبها في نهايه الفيديو وهنوريها لكم. اصلا يا جدعان في الفيديو هيكون في كاونتر كل شويه اللي هو كام. انت ورايا يا حبيبي معايا نبي كيسي. قال لي تشيسي يا جدعان. يا جدعان اتفرجت على فيديو ان نبي كيسي بيموت ب7 طلقات، ضربت فيه 10 طلقات وما ماتش لغايه دلوقتي وموتته. عايزين استنينا عشان نعمل عقابات. خلاص انا كده خلصنا. لا انا فاضل لي جيم، هكمل الجيم كمان. لا مش عايزين نطول على الفيديو، هنكمل الجيم بس كمان. انا بشوف ايه ده، شوف انا جالي ايه يا جدعان. فزت الجيم قبل ما زين يشوف حاجته. ما انا خلينا خلص يا جدعان. مش السلاح ده اللي شبه الفورتنايت؟ انا السلاح ده اللي شبه الاي ار. ايوه. هو يا جدعان احنا قربنا يا جدعان. فاضل ده اخر جيم يا جدعان هلعبه. بسم الله ما شاء الله. بالله عليك شوف، واحد في ليفل 62، واحد في ليفل 70، واحد في ليفل 60، واحد في ليفل 59. يا سلام يا بابجي موبايل كلهم معديين ليفل 60 يا جدعان. انا فزت الجيم ده وزين لسه بيلعب. بيبقى خلاص احنا خلاص هنخلص عشان مش عايزين نطول على الناس. لا انا هخلص انا الجيم ده بس. الفيديو كده هيكون 10 دقايق او اكتر عقبال ما نمشي، عقبال ما نحط العقبات تزود 10 دقايق كمان. ماينس 7 للسكور بتاع يا جدعان. نشيل في النهاية. هو أول جيم أنت مت كام مرة؟ مرتين. والتاني جيم؟ بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يا بابجي موبايل يا بابجي حيوانات يا بابجي. هيد شوت يا الولد ده لو جبنا. يا جدعان أنا جبته بالسنايبر. ايه ده؟ المصحف اللعبه دي مستحيل. اللعبه دي فن بالنسبه لي يعني. اللعبه دي فن بالنسبه لك لقينا. احرق بابجي يا شيخ وشكل بابجي. ولا مدمجه على اخر ما بيموتش. المصحف اللعبه دي انا جبت 4 مصحف في اللعبه. انا مش عاوز العب خالص بقى. انا زهقت العب انا دي. جيب الشوت يا جزمه، جيب الشوت يا كلب يا حيوان. اقسم بالله بابجي دي مصحف لو جابني يا جدعان. او عم قلت حاجه وحشه يمكن تمسح الفيديو بتاعك. ايه يا ابني ايه اللي ده ما بيموتش. اقسم بالله لا تبلع بين دول. المصحف يا كلب المصحف المصحف في لجع في الفيديو. المصحف دامج قد ايه؟ 100 طلقة بضربها فيك بالفيكتور. والله العظيم راجع في الفيديو واشوف اسمك وعامل لك بان. مصحف لوريك. انا لعبة دي الولا شوف يا جدعان الولا ده جبته بتاع اللي انا خلصت عليه خزنة كده بالسلاح اللي معايا ده فيكتور تقريبا نسيت اسمه. المهم السلاح اللي معايا ده اللي انا دمجت بيه اللي خلصت خزنة على واحد وضع حساب وبان. ما تعملش كلاوش. بسم الله ما شاء الله تيمي جايب 4
كلات واللي ضدنا جايبين 14 كل. ايه ده؟ او ماي جاد، دي اللعبه الجامده دي بحبها. تيم المعفن اللي انت جايبه. بسم الله ما شاء الله جايبين 15 كل. بقالنا كام؟ ايه ده؟ بقالنا 15 دقيقه بنصور. هيجيبنا اطلع اديني تشتات، اطلع اديني تشتات وخلصونا من الجيم الحيوان الجاز. لا الحمد لله الحمد لله، اقسم بالله كان هيجيبني بالبيك. ايه الحمد لله، الحمد لله. ايه في تيم الكلب الجاز؟ ايه يازن استناني بسم الله ما شاء الله، ده بقى بتو في فور كمان. لا والله استناني يازن عشان الجيم قرب يخلص اخر بيت. علوبي علوبي فاضل لنا كلاب. بقول لكم ايه، اللي عندي كلها بند. الثلاثه دول لو سمعت يا جدعان، لو حد بيلعب ببجي ياخد لي الثلاث اسامي دول تعملهم بند دلوقتي حالا، عشان الولا الاول والولا الثاني دوت انا ضرب فيهم 100 طلقه بسلاح الفيكتور وفي الاخر ما بيموتوش. فلو سمحت لو انتوا عندكم ببجي خدوا. ليتس جو يا جدعان، فوزنا وجدعان دلوقتي زين مش عارف زين. دلوقتي يا جدعان هيبان عن شاشه ادم وعند شاشتي السكور بتاعنا احنا الاثنين كمان. انا في الجيم ده مت 6 مرات، يبقى الجيم اللي فات مت كم مره؟ انت مت كم مره في الجيم اللي فات؟ تقريبا 2 يعني كده مت 8 مرات. 8 مرات وانا مت في الجيم ده انا كنت في الجيم الاول 11 مره. اما الجيم الثاني مت فيه قد ايه؟ انا ما ركزتش في الجيم الثاني اللي هو ده مت فيه قد ايه؟ اعتقد خلينا نحسبها 5 يعني كده 15، هنعملها ماينس كام؟ ماينس 7 فكده 8 8. طب كده يا جدعان، طب كده يا جدعان، ودلوقتي يا جدعان هنصور لكم احنا الاثنين واحنا بنعمل، هيكون لينا عقابات. هو يا جدعان نشوفكم يا جدعان في العقابات. بيس يا جدعان، اسف انا نسيت اقول لكم ان اللي انا وادم رجعنا في المونتاج وشفنا السكور بتاعنا، طلعت في الاخر انا اللي خاسر، فهيكون قدامكم السكور دلوقتي. فيا جدعان العقاب اللي ادم هيعمله لي هيكون في القناه بتاعه لعب، هتلاقوه تحت في الديسكربشن، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي.